كانت حياتنا كتير حلوة. جوزت كان عمري 20 سنة. إجت تاز كتير حلوة، كربوزة هيك صغيرة، فكنا مبسوطين. كنا عم نأسس بيتنا كمان، كان جوزي يشتغل حداد، فإجت القذيفة فورا على البيت. إني ما عاد نظرت أبدا، شوف ما عاد شفت أبدا. بس جاكيت؟ لا برد. ما تقبلتني. ما تقبلتني ابدا، يعني شعور ما بعرف. صرت ابكي 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 ابكي، وهي انه انا ماما، انا حبيبتي. يعني ضلت شي تقريبا شي اسبوع حتى اخذت وش علي. بعد ما اجى كمان خالد على الدنيا وهيك، صارت تحس انه في حدا إلها سند، صار في إلها حدا تلاعبه، في حدا يعني في حدا قريب منها صار. ما فيها تلعب مع كل الاولاد، مثلا تشوف الاولاد عم بيلعبوا هيك، لا بتفضل تضلها قاعده ما تلعب مع الاولاد الباقيين. من يومين عم نتحدث انا وبيي انه هيك على المزح، انه شو رايك نرجع سوريا ونرجع، شو رايك هنا، نشوف شو رد فعلا. ماما عن جد بدك ترجع سوريا؟ لا بكفي، شفنا موت وشفنا الدم وشفنا الحرب وهناك جيش وما بنقدر نطلع. فابدا سوريا لا. شو ما قالوا انه صارت حلوه وصارت هيك ووقفوا الحرب، ابدا.